بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واطرح صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس اليوم إن شاء الله شباب سنطبق ما علمناه في الدروس السابقة من HTML و CSS بتصميم قائمة أفقية جميلة جدا. نبدأ على بركة الله. أول شيء نفتح وصم UL هكذا، ثم LI هكذا، وسطها الشرف نضع هكذا، نقوم بنسخ هذا السطر، نقوم بتكراره تقريبا 5 مرات، ثم هنا هم وهنا نكتب مثلا about هنا contacts هنا portfolio وهنا سين اين. نرى النتيجة الآن كما تلاحظون. نذهب إلى ملف الستايل، نقوم بكتابة الأكواد التالية: مارجين 0، ثم بيدن 0، ثم لسطر جديد نستدعي الـ UL، نعمل ليست ستايل نون. نرى النتيجة الآن كما تلاحظ تم إزالة النقاط. بعد ذلك نعمل UL ثم LI، نضع هنا في الويز ويد 205 بكسل، الباك جراوند سنعمل مجانا، نعمل هذا اللون، ثم بيدنج 20 بكسل. نرى النتيجة الآن جيد جدا. بعد ذلك نستدعي الـ UL ثم الـ LI ثم الشرف، نعمل تكست ديكوريشن نون، ثم كولر لون ابيض هكذا. نرى النتيجة الآن، ثم بعد ذلك فونت سايز وين، ثم بعد ذلك هنا بوردر توب 5 بكسل، ثم سوليد بهذا اللون DF. جيد، نرى النتيجة الآن جيد جدا. بعد ذلك هنا نذهب إلى التكست ترانسفورم، نعمل أوبر كيس لتصبح الحروف كبيرة هكذا، ثم نذهب إلى هنا تكست شادو هكذا. جيد، نعمل ديل 0 0 ثم 1 بكسل تقريبا، ثم RGB color نعمل 0 0 0 ثم 1. نرى النتيجة الآن كما تلاحظون. بعد ذلك ننشئ UL ثم LI ثم A، ثم هنا هوفر، هنا سنقوم بوضع opacity سنضع 90%، ثم margin left سنضع 7 بكسل. نرى النتيجة الآن لم تشتغل. نقوم بحذف الـ A لأننا نريد التأثير على الـ UL الـ LI عفوا، ثم هكذا. نرى النتيجة الآن كما تلاحظون الحركة نوعا ما سريعة. سنذهب هنا نقوم بوضع
ترانزيشن هكذا نضع opacity اولا ثم نضع هكذا ثم فاصلة ثم نضع margin left نضع تقريبا 5 هكذا ثم نرى النتيجة الان لانه غير مناسبة. هنا نقوم بوضع ترانزي هكذا جيد. نرى النتيجة كما تلاحظون تأثير جميل جدا. الى هنا نصل الى نهاية الدرس يا اصدقائي، نلتقي في الدروس القادمة ان شاء الله.